أهلا بكم من جديد، وهذه تغطية إخبارية على شاشة القاهرة الإخبارية. نبدأهم من تطورات الأزمة في السودان. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بتجدد المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. وقال مراسل القاهرة الإخبارية إن المواجهات احتدمت شمالي بحري ومنطقة أم درمان القديمة. اتسعت رقعة الاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع لتصل إلى مدينتي الفاشر والفولة مع دخول الأزمة شهرها الخامس. وتعد الفاشر ملاذ عديد من العائلات التي هربت من أعمال القتال، وتحديدا في باقي أنحاء دارفور، حيث تؤوي المدينة 600 ألف نازح. وسط أوضاع إنسانية قاسية ونزوح الملايين داخليا وخارجيا، اتسعت رقعة المعارك في السودان بين الجيش والدعم السريع لتصل إلى مدينتي الفاشر والفولة مع دخول الأزمة شهرها الخامس. الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور عادت مجددا إلى خريطة الاشتباكات بعد هدوء دام نحو شهرين، ودوت أصوات الأسلحة مرة أخرى في أرجاء المدينة. الوضع في الفاشر يثير قلقاً بالغاً، لا سيما وأنها أصبحت ملاذاً للعديد من العائلات التي هربت من أعمال القتال في بقية أنحاء إقليم دارفور، الأمر الذي وصفه البعض بأنه أكبر تجمع لنازحين مدنيين، حيث تؤوي المدينة 600 ألف نازح. ولم تكن مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كوردوفان بمنأى عن الأحداث، فأصبحت جبهة جديدة للقتال بين الجيش السوداني والدعم السريع. إقليم كوردوفان يعد من أكثر المناطق التي تأثرت بالقتال في السودان، فمنذ الأيام الأولى لاندلاع الأزمة ظلت مدينة الأبيض أكبر مدن الإقليم تشهد معارك عنيفة. المخاوف من سيناريو الحرب الشاملة تخيم على المشهد في السودان، فخلال الأيام القليلة الماضية دخلت مناطق جديدة في كل من كوردوفان والنيل الأزرق والجزيرة. وفي ظل الظروف الأمنية المتدهورة، يواجه الآلاف من سكان الأقاليم السودانية العالقين في مناطق الاشتباكات خطر الموت جوعا وسط مخاوف من نفاد المخزون الغذائي. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك محمد، بداية ما هي آخر التطورات ميدانيا لديك؟ ميدانيا ما تزال الأوضاع مضطربة. كنا في الخرطوم منذ صبيحة اليوم، هناك اشتباكات في مواقع مختلفة من مدن العاصمة الخرطوم والخرطوم بحري درمان، حيث هناك هذه الكثير من محمد، يعني ربما هناك مشكلة تقنية، هل لك أن تعيد؟ هل تسمعني محمد؟ فقدنا الاتصال. بشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إلى مساعدات عاجلة لإنقاذ حوالي 9 ملايين طفل في السودان. وقال الصندوق إن المساعدات المطلوبة تقدر بنحو 400 مليون دولار لكي تقدم لهؤلاء الأطفال المحاصرين بسبب الاشتباكات المسلحة في السودان.
وأحذرت الأمم المتحدة من انزلاق السودان إلى كارثة إنسانية كاملة، حيث نزح أكثر من 4 ملايين شخص داخل وخارج البلاد منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن ما لا يقل عن 24,700,000 شخص أو أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ألقت الاشتباكات المستمرة في السودان منذ أكثر من 4 شهور بظلالها السلبية على مناحي الحياة كافة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية المتردية في البلاد بالفعل مع ارتفاع معدلات النزوح إلى مستوى ينذر بالخطر، وتدافع الملايين من الناس للحصول على الغذاء والسلامة. مسؤولو الأمم المتحدة حذروا من أن السودان قد انزلق إلى كارثة إنسانية كاملة، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 4 ملايين شخص نزحوا داخل وخارج البلاد منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بمنتصف أبريل من هذا العام. أنا كنت أسكن الصورة الحارة الساكة، ومن زمان طبعاً كان في ضرب شديد بين الدعام والجيش، وبالنسبة للحارات بتاعتنا حصلت دهانات كثيرة وقعت عن طريق المدفعية والطائرات وكده، فأجبرتنا يعني الحارات الجنبنا وقعت فيها دهانات، في ناس توفوا وناس تجرحوا، وده اللي خلانا إحنا نسافر يوم الاثنين الفات. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فإن ما لا يقل عن 24.7 مليون شخص أو أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إنه منذ اندلاع الاشتباكات قتل 19 من عمال الإغاثة الإنسانية، وتعرضت المنشآت الإنسانية بما في ذلك المستودعات والمكاتب والمركبات للهجوم أو النهب بشكل متكرر. ضربة قوية أصابت نظام الرعاية الصحية في السودان بسبب الاشتباكات، إذ أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 80% من المستشفيات في جميع أنحاء السودان لا تعمل. في الوقت الحالي يحتاج ما يقدر بنحو 11 مليون شخص في السودان إلى مساعدات صحية عاجلة، بما في ذلك 4 ملايين طفل وامرأة يعانون سوء التغذية الحاد، وأكثر من 100,000 طفل دون سن 5 يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية. إذن إلى الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. محمد، ما هي آخر التفاصيل والأوضاع ميدانية لديك؟ هي الأوضاع هي مضطربة حتى شوارع محمد، هل تسمعني؟ ربما فقدنا الاتصال مرة أخرى. كان معنا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، ولكن بالطبع سنحاول أن نتواصل معه مرة أخرى. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة مجدي عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني. أهلا بك. يعني بداية، هناك العديد من التطورات الخاصة بالسودان، ولكن يعني بعد وقت ليس بالقليل منذ اندلاع الاشتباكات، كيف تقرأ الوضع الآن في السودان؟ صباح الخير، التحية لك والتحية لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. أود أن أقول لك شيئا، كلما ظهر نشاط للميليشيا المتمردة في بعض المدن الخارجية مثل ما حدث في بعض مدن كردفان ومدن دارفور، هذا يعني بالضرورة أن هناك هزيمة كبيرة في الخرطوم. كلما حدثت هزيمة في الخرطوم، كلما حاولت الميليشيا المتمردة الهجوم على بعض المدن الخارجية خاصة في ولايات دارفور وكردفان بغرض الفرقاعات الإعلامية وبغرض الحديث عن نحن هنا ولدينا أنشطة. صحيح، ما حدث في الفولة كان هو عمل إجرامي كبير، وبالدرجة الأولى
استهدافات الميليشيا المتمردة لهذه المدن وهذه المناطق خارج ولاية الخرطوم هي استهداف مباشر للمواطنين وللأسواق، لا تستطيع مواجهة القوات المسلحة أو الحاميات العسكرية هنا. بالنسبة للوضع عموما في السودان، أصبح الآن من الواضح ومن البائن جدا أن الاستراتيجية المركزية التي تستخدمها الآن القوات المسلحة في مكافحة هذا العدوان وفي رده وفي دحره تسير بصورة جيدة. هذه الاستراتيجية تقوم على عملية استنزاف كبيرة وواسعة للميليشيا المتمردة. نجاح هذه الاستراتيجية الآن تمثل في خفض القدرات، خفض قدرات الميليشيا المتمردة بصورة كبيرة جدا، خفض في مركباتها القتالية، خفض في أسلحتها، خفض في قوتها البشرية التي تقاتل نفسها. الآن منذ أكثر من شهر، ربما شهر ونصف إلى شهرين، كل المبادرة والمبادئة تقوم بها القوات المسلحة في ولاية الخرطوم، العمليات الهجومية كلها تقوم بها القوات المسلحة. لم نسمع بعملية هجومية واحدة قامت بها الميليشيا المتمردة إلا كما قلت على وسائل التواصل الاجتماعي وفي البيانات المنفقة. الآن القوات المسلحة تحكم سيطرتها، هناك بعض المدن صحيح كان بها وجود للميليشيا المتمردة مثل هناك مخاوف من سيناريو حرب شاملة، يعني أصوات ومخاوف كثيرة حول الاتجاه لحرب شاملة في السودان، كيف تقرأ هذه المخاوف؟ لا يوجد الآن حرب شاملة في السودان. الآن يتحدثون الناس عن مسألة دارفور، طبيعة دارفور وطبيعة المكونات السكانية لا تسمح بقيام حرب شاملة، اللهم إلا حرب على الميليشيا المتمردة وبعض الكتل السكانية التي تدعمها أو بعض العشائر القليلة التي تقف معها، باعتبار أن هذا عدوان إذا قامت به الميليشيا المتمردة تحت لافتتها أو تحت لافتة أي من العشائر، مثلا مثل ما حدث في غرب دارفور. هذه الجريمة الكبرى، جريمة الإبادة الجماعية، قامت بها عشائر بسيطة هي تدعم الميليشيا المتمردة وتحاول الاستيطان في هذه المنطقة، منطقة غرب دارفور التي بها قبيلة عريقة وقبيلة كبيرة اسمها قبيلة المساليد، وتستوطن فيها منذ مئات السنين. هناك بعض التحركات في بعض العشائر صنعت لها ما يسمى في دارفور بالحواكير، أو هي المناطق الصغيرة أو الحيازات التي تريد من بعدها أن تفرض سيطرتها على كامل الإقليم. لذلك التدخلات والتعقيدات والتركيبات القبلية والتركيبات السكانية في دارفور لن تجعل من هذه الحرب حرب أهلية كما يبغي البعض أو يريدون. نعم هناك تدخلات مما يسمى بالحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، ولكن في الآونة الأخيرة تكشف تماما أن هناك بعض الأيادي الخارجية التي هي كانت داعمة للميليشيا المتمردة هي من حركت الحلو الآن لمحاولة إنقاذ الميليشيا المتمردة من الهزيمة أو لإشغال القوات المسلحة، ذلك بعمل هجمات في منطقة جنوب كردفان، وكذلك بيده الأخرى التي توجد الذي اسمه جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق. لكن القوات المسلحة دحرت هذه التحركات وأخمدتها تماما. سيد مجدي، فيما يتعلق بتحذير الأمم المتحدة من انزلاق السودان إلى كارثة إنسانية، الوضع إنسانيا الآن في ظل هذه الاشتباكات إلى أين وصل؟ طبعا هناك أوضاع إنسانية سيئة، لا بد أن يكون هناك اعتراف، لكن بنفس القدر لا بد لمنظمات الأمم المتحدة ومنظمات الغوث الإنساني هي نفسها أن تعترف أنها غير موجودة على الأرض تماما، فقط تكتفي بالتوصيف. لماذا برأيك سياقة الأرقام؟ نعم، لماذا؟ أنا ما أسمع السؤال، لكن لماذا لا توجد هذه المنظمات؟ يعني الأمم المتحدة حذرت فقط، ولكن منذ اندلاع الاشتباكات لا يوجد بقدر كافي المساعدات على الأرض، المساعدات الإنسانية على الأرض. نعم لا توجد مساعدات إنسانية على الأرض، وهذا تقصير من هذه المنظمات. هي الآن تتحدث عن ضعف التمويل، قبل يومين صدرت تقارير إعلامية تحدثت عن العنصرية في الإغاثة، وصحيفة الجارديان البريطانية عقدت مقارنة بين تقديم المساعدات الإنسانية في حرب أوكرانيا
وتقديم المساعدات الإنسانية في حرب السودان، وسموه هذا بالتمييز العنصري الفظيع. بعض المنظمات تتحدث عن ضعف التمويل، الآن الأمم المتحدة تتحدث فقط عن التوصيف، حينما تحدثوا عن الممرات الإنسانية أثبت لهم بالمنطق وبالواقع أن السودان، كل السودان ليس به حرب، الحرب فقط محصورة حتى في ولاية الخرطوم، محصورة في أجزاء محددة، لكن غياب تام حتى في معسكرات اللاجئين خارج السودان مثل تشاد وجنوب السودان، وغياب تام لمناطق تجمعات النازحين داخل السودان في مدن السودانية إذا كان في ولاية الجزيرة أو بعض الولايات المتاخمة لولاية الخرطوم التي هاجر إليها كثير من السكان. ما الحلول الإنسانية الآن لمساعدة ملايين من الأطفال وملايين من النازحين فيما يتعلق بالملف الإنساني تحديدا؟ ما الحلول برأيك الآن؟ أعتقد على الأمم المتحدة أن توقف مثل هذا التمييز العنصري، وأنا أسميه تمييز عنصري. الأمم المتحدة ومنظمات الغوث الدولية يجب عليها وكثير الآن من الشواهد أنها توجد في بؤر كثيرة من العالم بها أزمات. هذا السودان، هذا سؤال مباشر، كل هذا الأمر الآن يقع على عاتق منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الغوث الإنساني. هذه الأسئلة يجب أن تجيب عليها الأمم المتحدة وتجيب عليها هذه المنظمات. كثير من الدول الصديقة والشقيقة قدمت مساعدات مثل مصر والسعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان. بالأمس وصلت آخر طائرة من جسر جوي لمنظمة قطر الخيرية به أدوية السرطان وأدوية غسيل الكلى، وصلت إلى مطار بورسودان. كذلك الجامعة العربية بتعاون مع جمهورية مصر العربية سيرت جسرا جويا إلى مدينة بورسودان، وصلت مساعدات من الدول الصديقة والشقيقة، لكن غياب واضح. طبعا ما قلت هذا دليل على أن هناك طرق إنسانية وتصل هذه المساعدات، لكن ما الذي أود أن أقوله، هذا الغياب أنا أعتقد سيشكل فضيحة كبرى، حين وهذا سيكتبه التاريخ، أن هناك تفرقة عنصرية واضحة جدا في تقديم المساعدات وبالأساس في تمويل المساعدات، لأن المانعين والدول والدونرز كما يقولون لم يقوموا بواجبهم ولم يمولوا هذه المنظمات لتقديم المساعدات. إذا أردت أنا أن يعني أسوق لهم تبريرا، لكن هناك غياب تام وغياب واضح لكل هذه المنظمات التي توصف الوضع في السودان بملايين اللاجئين وملايين القتلى والأطفال والنازحين. إذا لم يأتوا إلى الميدان ولم نجدهم وسط الناس ووسط اللاجئين، لا حاجة لنا بهذا التوصيف. أنا بشكرك شكرا جزيلا من القاهرة مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي السوداني، شكرا جزيلا لك. إلى ملف متحور كورونا الجديد، حيث قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة BA من فيروس كوفيد-19 في البلاد في شخص لم يسافر في الأونة الأخيرة. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها تتعقب النسخة الجديدة التي تمتلك قدرة كبيرة على التحور من الفيروس المسبب لمرض كوفيد. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها صنفت BA على أنه متحور تحت المراقبة نظرا لعدد العدد الكبير من الطفرات التي يحمله. أما فيما يتعلق بـ EG5 فأوضحت المنظمة الأممية قبل أيام أنها تم رصد لأول مرة في 17 من فبراير الماضي تم تصنيفه كمتحور تحت المراقبة أيضا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية. دكتور، بداية هل لك أن تشرح لنا ما هي طبيعة هذه المتحور الجديد أو المتحورات الجديدة من كوفيد-19؟ نعم، صباح الخير للجميع. في المدة الأخيرة نتكلم عن متحورين، المتحور الأخير آخر متحور نتكلم عنه اللي ظهر في 13/8 واسمه حاليا لانه مش متاكدين من هويته وهو BA6 موجود في 3 دول وفي اوروبا في مصابين يعني عدد قليل من الاشخاص، عشان هيك احنا بانتظار إننا نعطي هوية لهذا المتحور.
أين كان أول ظهور لهذا المتحور تحديدا؟ في الدنمارك ظهر أول دولي. وهنا لازم نستعمل عشان نوصل الصورة، بتعلق في كل دولة بتعمل التسلسل الجيني. كل ما نعمل التسلسل أو سيكوينس الجيني، كل ما نكشف أو نكتشف أو نتعرف على سلالات جديدة. عشان هيك مهم بالنسبة لنا إنه نعطي الهوية إنه هو تابع لعائلة الأوميكرون الأصلي. إحنا بنعرف إنه في آخر مدة حسب الإحصائيات وصلنا ل 600 سلالة من عائلة الأوميكرون. عائلة الأوميكرون هي عائلة مع عفوا المقاطعة، ولكن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا الآن، حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دوما، وذلك في إطار صلاحياته الدستورية. إذن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا الآن، حيث أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دوما، وذلك في إطار صلاحياته الدستورية. أعود إليك مرة أخرى دكتور فؤاد عودة لاستكمال حديثك، تفضل. نعم، بتعلق في كل دولة كم هي بتعمل التسلسل الجيني والسيكوينسي، وده احنا بنعمله في كل الدول في نفس النسبة، شيء مستحيل. بنكتشف عديد كثير من المتحورات والسلالات. احنا اليوم بنعد فقط 600 متحور من الأوميكرون، بس لو كل الدول تعمل إن كان وصلنا. طيب دكتور، يعني لضيق الوقت سريعا، يعني بين التهويل والتقليل، هل نحن نواجه خطر لفيروس جديد بنفس شدة وخطورة كوفيد-19 برأيك؟ هذا صعب إنه يوصل أخرى مرة. ليش؟ لأنه في عنا نسبة عالية من التطعيم، نسبة عالية من المناعة المكتسبة بعد المرض، اللي عنا خبرات كبيرة، وعنا الأطباء والباحثين معلومات كثيرة. آخر سلالة اللي هي BA6 هي سوف تكشف خطر إنه في فيروس جديد يختلف عن الأوميكرون ولا لا. لما توصل هاي الخبر هنا بيبدأ خطورة الأمور. وإذا هو فيروس جديد، سلالة جديدة بعيدة عن الأوميكرون، هنا ليش؟ لأنه عنده 30 طفرة داخل البروتين سبايك، هناك بيقدر خطر. وإذا بيزيد نسبته في العالم، ليش؟ لأنه كل الطفرات جديدة، اللقاحات غير فاعلة، والدواء غير فاعل أو غير مفيد ضد هذا. يعني دكتور، في أقل من دقيقة، يعني هل يجب علينا ارتداء الكمامات مرة أخرى من الآن؟ لا، هذا إحنا لازم نستمر بالوقاية. الوقاية معناته كل واحد طبيب نفسه، وإذا في عنده أعراض يشاور الدكتور، وإذا في عنده إصابة يشاور الدكتور ويأخذ الأدوية، وإذا بدخل إلى أماكن مغلقة مزدحمة مثل السينما حسب رأيي أفضل أنه يأخذ الكمامة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكن لحضراتكم متابعة الصفحات والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، اكس، انستغرام، ويوتيوب، ويمكن لحضراتكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.